أصدقائي، 15 مليون شخص يموتون من جودة الحياة بسبب الانبعاثات. كل هذا نطلق عليه كلمة تلوث، وكنا نقوم بتنظيف هذا التلوث ونحاول. لذا فإن المسألة هي أنه يواجهنا حقائق، حقائق بما يحدث وحقائق أيضا بما لا يحدث. في غلاسغو 65% من إجمالي الناتج المحلي تم توجيهه للقيام بأشياء سوف تجعل دولهم وتحافظ على دولهم في 1.5%. وفي واقع الأمر فإن هيئة الطاقة الدولية تقول إذا كانت كل دولة سوف تقوم بتلبية ما قالته سوف نصل إلى 1.8 بحلول 2050، وهذا هو المسار. المشكلة الحقيقية لا يقوم كل الأشخاص بالالتزام بما تعهدوا به. إذا فإن 65% لكي نصل إلى 1.5، إذن فإن هناك الكثير من الدول الأخرى التي لم تلتزم، وكل ما علينا نقوم به هو النظر إلى 20 دولة. 80% من المشكلة التي تشكل 80%، نحن أكبر ثاني أكبر متسبب في الانبعاثات. الصين 30% من الانبعاثات، ثم روسيا أو الاتحاد الأوروبي حسب كيفية النظر إلى الدول الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا والمكسيك. وقد جئت من إندونيسيا وفيتنام حيث وافقوا أن عليهم أن ينتقلوا بعيدا عن الفحم وبعيدا أيضا عن الانبعاثات أو ما يسببها، وعليهم أن يقوموا بالعمل في المجالات التي المتجددة.